السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ حياكم الله في مقطع جديد من برنامج Games Old is Gold. طبعا راح نكمل لعبة كونترا في هذا المقطع. طبعا كونترا 1987 اللي هي تبع الاركيد، طبعا اكتشفت فيها عدة مراحل صراحة، يعني انتم بتشوفوا اني عبرها بكل سهولة، ولكن هي بالاصل اني انا قضيت يعني وقت عشان انهي هذه المراحل. مراحل تحتاج تركيز، كل مرحلة لها نقطة ضعف، وكل مرحلة لازم انك تستخدم الاسلحة يعني القوية او الذخيرة القوية. في مرحلة انك باستطاعتك انك تخلص اللعبة بالذخيرة العادية، فهنا الفروقات فقط. فعسى يكون ان شاء الله البرنامج عجبكم، واتمنى انكم تعطونا رايكم مثل ما اعطانا بعض الاخوة يعني رايهم عن البرنامج في الحلقة الاولى. فاتمنى انه اللي يشوف المقطع يعطينا الراي، والحين نخليكم مع المقطع، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.